حبايبي الكرام، اليوم رح نلعب أقدم لعبة ماريو بتاريخ ماريو. اعتبر لعبة ماريو أول ما نزلت لعبة ماريو كان اسمها دونكي كونغ. كيف هاللعبة؟ مثل جميع ألعاب ماريو لازم ننقص البرنسيسة. وهاللعبة نزلت أول مرة تقريبا عام 1981، نزلت وقتها على نينتندو أركاد، يعني كان يقولوا عليها ألعاب الأركاد، يعني كانت تتعب على عن طريق آلات كانت موجودة في أماكن، فهمتوا علي؟ بصالات ألعاب، يعني هذا المكان رح فرجيكم إياها هيك كان شكل الآلة يا طيبين. صراحة شيء واو. هيك يا طيبين رح تكون إن شاء الله تعجبكم هالسلسلة. نحاول نلعب ألعاب قديمة ونغير شوي من النوع ونسافر مع بعض نشوف عالم الألعاب الرئيسي. طيب أنا نقول بسم الله ونجرب نلعب أول لعبة من نوع ماريو. ياي ليتس جو. طبعا هنا شايفين القرد، شوف الشكل كيف، يعني صراحة غريب عجيب، لازم نركز شوي. طبعا هنا أنا أخذت شخصية ماريو أوكي ونشوف شو راح يصير. ايوه بلشت، ايوه لازم اركز، شايفين هذول البراميل لازم انتبه عليهم، ايوه لازم اخذ هي المطرقه هاي مشان اكسر، ايوه على روقتك، ايوه لازم اطلع على الله، ايوه قرب شوي، ايوه نصبر شوي، ايوه لازم. طب هون في سنه هذول لازم انتبه، ايوه نط، ايوه لازم نط هون، لازم انتبه نستنى هذول يمشوا، ننط ننط نصبر شوي نصبر شوي، ايوه نغمس نط، ايوه يعني علي. طبعا عم ناخذ هون سكور، سكور عنا عم يرتفع اوكي، يعني صراحه شيء واو، لازم انتبه شوي شوي، ايوه لازم ننقص اها تمام، بس ولكن ما راح يمشي الحال للاسف شديد. ديم طبعا هون اخذ البرنسيسة وراحت، يعني نحاول نلعب جولة ثانية، ليتس جو. الان هلا رح نمشي شوي شوي ناخذ الاشياء، طبعا عم ناخذ مثل بونس ولا سكور بدفعنا السكور، ايوه ناخذ مطلقه، ايوه نطلع نكسر 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 كسر 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 كسر، ديم لازم نصبر شوي، ايوه نطلع السلم على الرواق، اي نطة حلوة، ايوه نطلع هون، ايوه كبسات ايوه ستعود السلم، مشكلة السلم كان ديم لازم ايوه قفزة حلوة نطينا كمان نط، لا ديم يا اخي شو الحظ شو الحظ. طبعا قولوا بالتعليقات انتم شباب، انتم حدا بيكون لاعبين هاللعبة ولا لا؟ ولا في بالك في لعبة ماريو الثانية رح نلعبها ان شاء الله رح نروح عليها. اوكي بس خلينا نجرب كمان مرة واحدة ثانية، ايوه نط ونطلع من هون محاولة ثانية، ليتس جو، ايوه عليه السلام ناخذ المطرقة، ايوه اوكي لازم نصبر شوي شوي شوي، لازم ايوه نطلع نصبر شوي نروح على المطرقة مش نطلع، ايوه نضرب ضربة هون، ايوه نطلع حلو قولي نطلع شوي لفوق لفوق، ايوه نطلع سلم، لا يا ربي شو عملت انا ديم، لا سبب انا صار لي زمان ما يلعبنا وصعب كثير يا جدك ديم. اوكي الان رح نلعب المستوى هاي اللعبة الماريو الكليتر، طيب انتم بتعرفوا هذيك اوكي ركز معلم هيك قول النط، ايوه هي 100 يا سلام قد شوي ايه اقسم بلاش، لا 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 تكون يا شباب راحة الله ذكريات مو طبيعية اقسم بالله، اي اوكي هي ناخذ هون، طب هون بتذكر كنا بننزل هون، لا مو هون كان بتذكر هون كنا نلعب هون، ننزل هون ننزل تحت الارض، ايوه اصبر خلينا نطلع على اليسار شوي نطلع نطيك من فوق، اوتش ديو اي لا مو هون كان بنعمل هيك، لا هون بصغر، ايه صح هون بصغر كان، ايوه نعمل هيك هيك، ايوه لا ايوه نزل كنا نزل، ايه بكون نزل، ايوه نزل 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 هون بتذكر، ايوه اخذت صوت هون على اليسار، على اليسار على اليمين شوي يا الله، فهون لازم نركز هون لانه مرات بتعمل فرينات، مين منكم كان انه بتذكر تعمل هيك ونعمل هيك فرينات يكون على اليمين يسار، بس ولكن ننسى التايمر فوق، اوكي ناخذ الحبايات يا الله يا جماعه لعب الالعاب اللي ما منها، ما راح العب عمري كم اجزاء فهمت علي شلون؟ طبعا عد اجزاء قبل من هيك بكثير، بس ولكن نايس كفو اوكي ناخذ هاي ايوه هون الليفل هون ما بتذكر اذا كان ينزل، لا هون ما كان ينزل اصبر بس هي لازم احاول ننطق قليل اوكي نعم شو كنت عامل يا ربي يلا راحت علينا راحت علينا ديم اوكي بوم بوم البومبكشنات يا شباب اللوز انا رح نروح على اليسار هلا ندخل على اليمين اوكي نزلنا تحت القفص هيك اوكي طول بالك بس هيك لانه انا فتحه لا ما هو فتحه قد من ايوه وهدول اثنيناتهم
الله عليك الله عليك يا كيكو، الله عليك يا كيكو. ايوه راح جبته كفو. نايس. اوكي 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 نجي لهون. نجي لهذا هون هون بتسكر هون بتسكر ما عم هون كانت كان بيطلع دول تن 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 تن. ايوه هذا نعطيه هيك حركات. عارفين كان هون هاي هي مثل القلب القوي كان يعطيني كان. وين كانت يا الله ما اتذكر كانت. اصبر هون كانت هون هون. لا اصبر شوي نكسرها على خصخر. ايوه هون. لا اتذكر هون. يلا بتذكر هون فين كان يا ربي نسيته. ناخذ الحجرات هذول. نايس ايوه اوكي هون. طبعا هون الشيء الحلو بدل ما الموقع انا راح داخل عليه بقدر بختار فيها اي مرحله بدي اياها. نرجع المرحله هون غير في المراحل القديمه. طبعا هون المرحله شاب شات كانت هون كان هون كنا ننقذ هذا هون كنا بننقذ شو اسمه الملكه هون بهالمكان هذا بتذكره. قول لي الله والله يا شباب اللوز هون ايوه مثل ايوه كان الله لازم ننقذ الملكه. مكان بنط صاحبنا اوكي لازم نزل لازم نخليه ينط. ايوه يا رب جابوني ديم لا يعني هون غير سوا شوي نحاول نروح على مكان ثاني نروح على غير خريطه نحاول نستكشف الوضع. ايوه هون كمان كانت غير محل. هون الموقع صراحه شيء كثير حلو نضل نلعب اي مستوى بس هيك عشان اوكي نعمل هيك. الله يا سلام اقسم بالله يا شباب ايام واو ديم. اوكي هذول حشيشات اوكي ديم ما كان بيضرب. ايه هذا صح هذا الزفت ما كان بيروح وانا عم بقصد هاي النجمه. يا الله حلو كثير صراحه يعني والله هيك يعني واحد يرجع شوي هيك بالذكريات. اوكي نطلع هون ايوه طبعا هون يا شباب تذكروا كان يا ربي سواني شوي ايوه طبعا هون هي اوكي هي هون كانت اخر 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 مرحله كانت بتذكرها هون تعتبر هي اخر مرحله بس هون معلم لازم انتبه. ايوه ما عشان نطبط هيك معناها شوف اخرتها معلم هيك على الخفيف. ايوه دايم برو دخلت متت اوكي نيال. لا انتوا واخ اكتبوا لي بالتعليقات قولوا لي الطريقات انتوا مين منكم لعب هاللعبه هي ولما وصلت لاي مرحله وكم عمرك لما لعبت هاللعبه. اوكي ان شاء الله استمتعتوا معنا يا طيبين مقطع خفيف لطيف هيك رجع فيه الذكريات. نشوف ان شاء الله العاب ثانيه هيك رجع فيها الذكريات هيك يعني ايام زمان فهمت علي شباب يعني الشباب مواليد التسعينات وقبل. اوكي سو طيبين ان شاء الله استمتعتوا معنا. اكتبوا بتعليقاتكم ايه بتوصلتوا انتوا شو صار معكم. يلا سلام.